بعد فوز السوفيات في معركة ستالينجراد اللي دامت لمدة 6 شهور تقريبا، اتغيرت المعادلة في الحرب العالمية الثانية بنسبة كبيرة، وأصبحت تطلعات دول الحلفاء غير مقتصرة على الدفاع عن أراضيهم، بل بدأوا في إعداد خطط استراتيجية هجومية بغرض دخول مدينة برلين تحديدا. وده لأن جميع الأسرار والوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الألماني لتصنيع القنبلة الذرية موجودة هناك، بالإضافة لأن مدينة برلين بتضم أكبر عدد من القادة العسكريين اللي بيديروا الحرب من خلال اجتماعاتهم في دار المستشارية. وحصار المدينة واقتحامها معناه إجبارهم على الاستسلام وإنهاء الحرب في أسرع وقت. قبل ما نبدأ الحكاية بالتفصيل، ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. بدأ السوفيات في إعداد خطة محكمة لتنفيذ العملية دي من يوم 12 يناير 1945، والخطة كانت بتستهدف وضع ألمانيا داخل طوق عسكري من الجهات الأربعة، بحيث إن مدينة برلين تكون محاطة من جميع الجهات. وأول خطوة كانت معروفة باسم هجوم فيستولا أودر، واستمرت لمدة 3 أسابيع فقط. والخطوة دي كانت بتستهدف حصار الجانب الأيمن لمدينة برلين عن طريق قوات الجبهة البيلاروسية الأولى بقيادة المارشال جورجي جوكوف، والجبهة الأوكرانية الأولى بقيادة المارشال إيفان كونيف. وانتهت العملية الهجومية دي بتحرير الأراضي البولندية من قبضة ألمانيا، وأصبح الجانب الشرقي لمدينة برلين مكشوف تماماً لقوات الجيش الأحمر، خاصة بعد فشل هينريتش هيملر قائد قوات وحدات النخبة المعروف باسم الفافن اس اس في التصدي للهجوم العنيف ده. وهنا بدأت الخطوة الثانية في اقتحام المدينة من جهة الجنوب، والمعروف باسم معركة بودابست، وكانت بتستهدف حصار المدينة المجرية دي بغرض إجبارها على الاستسلام من خلال تطويقها بجيش تعداده 1,000,000 جندي على أقل تقدير. والمدينة كانت بتحتوي على 33,000 جندي ألماني و 37,000 جندي مجري، بالإضافة ل 800,000 مواطن. ومعنى وقوع المجر في حصار محكم بالشكل ده إن الجزء الجنوبي من ألمانيا هيكون مكشوف تماما، وده أكبر أدولف هتلر على عدم الاستسلام أو التنازل عن الدفاع هناك، خاصة إن مدينة بودابست كانت غنية بالثروات الطبيعية المتمثلة في النفط، بالإضافة لوجود مطار رئيسي هناك، ده غير طريق حيوي بيربطها بالعاصمة فيينا. واستيلاء الجيش الأحمر عليها معناه فقدان ألمانيا للموارد اللي تؤهلها للاستمرار في الحرب، وكمان تعريها تماما من جهة الجنوب. ورغم المحاولات المستميتة لجيش ألمانيا النازية، خاصة قوات وحدات النخبة، في فك الحصار السوفيتي عن المدينة طبعا، إلا أن الجيش الأحمر بقيادة الجنرال روديون مالينوفسكي أحبطها تماما، وسقطت المدينة في يد السوفيت بعد استسلام الجيش النازي والانسحاب منها في 13 فبراير 1945. وطبعا ده كان ضد رغبة الزعيم أدولف هتلر. وفي 30 مارس دخل السوفيت النمسا واستولوا على عاصمتها فيينا بعد 13 يوم فقط، وأدرك هتلر ساعتها حتمية هزيمة الرايخ الثالث خلال أسابيع قليلة، وده لأن الجيش النازي الملقب بالفيرماخت كان فقد أكتر من 1,000,000 جندي وأصبح يعاني من فقر شديد في المؤن والذخائر، وده بعد استيلاء الجيش الأحمر على الأراضي الاستراتيجية الغنية بالموارد. وبالرغم من كده إلا أن الزعيم النازي صمم على البقاء في العاصمة برلين والدفاع عنها لآخر نفس، وراهن على حدوث انشقاق في صفوف الحلفاء بعد وفاة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 12 إبريل 1945، وده لأن الأمريكان تخلوا ساعتها عن مساعدة السوفيات في حصار برلين لأنهم كانوا عارفين أنها هتكون إحدى غنائم الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب. والجنرال الأمريكي دوايت آيزنهاور رفض إقحام جنوده بشكل مباشر في الهجوم براً على العاصمة، واكتفى ساعتها بشن غارات جوية مع المملكة البريطانية على وسط برلين لغاية يوم 20 إبريل الموافق عيد ميلاد الزعيم النازي أدولف هتلر. وبعدها بيومين اجتمع هتلر بقادة الجيش النازي في دار المستشارية عشان يعلنهم بحتمية هزيمة ألمانيا، وأكد على أنه خسر الحرب بشكل قطعي، ودخول قوات الجيش الأحمر لقلب العاصمة هتكون خلال أيام، وأعطاهم حرية الانسحاب والهروب لو عايزين، لكن من غير استسلام. ورغم أنهم نصحوه قبل ما يغادر مقر المستشارية بأنه يهرب معاهم، إلا أن الزعيم النازي أكد على بقائه للنهاية، وأنه هينتحر مع عاشقته إيفا براون بعد سقوط العاصمة في يد السوفيات. وفي 23 إبريل ضيقت الجبهتين البيلاروسية والأوكرانية الخناق على العاصمة،
وقطعوا آخر ارتباط بين الجيش التاسع وبرلين، واستمرت عناصر من الجبهة البيلاروسية الأولى في التحرك ناحية الجبهة الغربية، وبدأت في الاشتباك مع الجيش الألماني الثاني عشر اللي كان متجه إلى العاصمة عشان يدافع عنها. فعين هتلر ساعتها الجنرال هيلموت فيدلينج كقائد لمنطقة برلين الدفاعية، وبعدها بيومين بدأت الوحدات السوفيتية في السيطرة على مداخل قطارات الأنفاق استعداداً لدخول العاصمة. وقبل حلول مساء 25 إبريل كانت انهارت الدفاعات الألمانية الرئيسية، وتبقت فقط دفاعات شعبية انتحارية شديدة الضعف من شباب هتلر، والقضاء عليها كانت مسألة وقت مش أكتر. وحب أوضح أن شباب هتلر هي منظمة شبه عسكرية تابعة للحزب النازي، وكانت مقسمة لقسمين، الأول يتألف من شباب مراهق يتراوح عمره من 14 سنة ل 18 سنة، والتاني سريات من الأطفال اللي بيتراوح عمرهم من 10 سنين ل 14 سنة. والمنظمة دي أعدها هتلر في منتصف العشرينات عشان يضمن ولاء الشعب للنازية من صغره، وساعتها يصبح مستقبل ألمانيا النازية في يد قادة تربوا على العقيدة النازية من بدري. في 25 إبريل 1945 دخل السوفييت العاصمة، وبدأوا يشتبكوا مع قوات وحدات النخبة اللي بلغ تعدادها 45 ألف جندي، بالإضافة لعدد من شباب هتلر، ده غير الجيش الشعبي المؤلف من كبار السن المعروف باسم فوليكس تورم. وقسم الجنرال هيلموت فيدلينج القوات لثمان أقسام ووزعهم على الجهات الأربعة للعاصمة، ولكن طبعا كانوا عديم الخبرة وبيعانوا من فقر في التسليح والذخائر. وخلال أربع أيام فقط نجحت الوحدات السوفيتية في اقتحام المدينة والسيطرة على الرايخستاج المتمثل في وزارة الداخلية والدفاع ومقر الحزب النازي، وتبقى فقط دار المستشارية اللي يقال ان الزعيم النازي أدولف هتلر انتحر فيه مع عشيقته إيفا براون يوم 30 إبريل بعد قصف الدار بالمدفعية الثقيلة. ومن بعدها تحولت ألمانيا إلى مرتع لجنود الاتحاد السوفيتي، والنساء الألمانيات تعرضوا للاغتصاب بشكل بشع ومستمر في جميع أنحاء المدن، لدرجة أن الجنود كانوا بيتناوب عليهم في الشوارع والميادين، وحتى الأطفال اللي عمرهم 5 أو 6 سنوات كانوا بيتعرضوا للاغتصاب على يد قوات الجيش الأحمر طول اليوم. بعض النساء كانت بتروح بإرادتها لجنود الاتحاد السوفيتي خوفا من القتل والإعدام، لكن النساء الألمانيات اللي كانوا بيرفضوا ده بلغ عددهم حوالي 2 مليون امرأة، وجميعهم كان بيتم إجبارهم على التعري في الشوارع واغتصابهم أمام أهاليهم وقرايبهم، طبعا كنوع من أنواع الإذلال. لدرجة أن بعد انتهاء الحرب بعشر سنين ظهر جيل كامل في ألمانيا من أطفال السفاح، يعني أطفال مجهولين النسب من أصول سوفيتية. الصحفية الألمانية مارتا هيلرز اللي انضمت لصفوف الجيش الأحمر بعد تعرضها للاغتصاب عشرات المرات عملت كتاب بتحكي فيه مذكراتها عن الوقائع البشعة اللي شافتها بنفسها، والكتاب ده بعنوان امرأة في برلين أو A Woman in Berlin. ورغم أن الكتاب اتمنع في برلين ساعتها إلا أنه تم طباعته في الولايات المتحدة في 1954، وأعادوا طباعته مرة تانية بعد وفاتها في 2001، وبتعرض فيه المهازل اللي كانت بتعملها قوات الحلفاء بعد دخولهم الأراضي الألمانية، قتل وحرق واغتصاب وإذلال بأبشع الطرق، لدرجة أن نساء الألمانيات كانوا بيخفوا أطفالهم في مخابئ عشان محدش يحاول يغتصبهم، وآلاف البنات والسيدات اضطروا إلى إقامة علاقات عاطفية مع ضباط السوفييت عشان يتحولوا لعشيقات بدل ما يكونوا فتيات ليل تتناوب الجنود عليهم طول اليوم. ووصل عدد النساء اللي تم اغتصابها فيها أكتر من 100,000 امرأة، وجميعهم تعرضوا للاحتقار من باقي الشعب الألماني اللي كان بيوصفهم بالعاهرات رغم أن الاغتصاب كان بيتم دون إرادتهم. ونتج عن الوحشية ظهور جيل كامل من الأطفال مجهولين النسب اللي كانوا بيتعرضوا للتنمر والاحتقار من الشعب الألماني نفسه، وحالات الانتحار وصلت للذروة ساعتها خوفا من الفضيحة والعار اللي هيلاحقهم مدى الحياة. والغريب أن جميع الجرائم البشعة دي كانت بتتم برضا ومباركة الحكومة السوفيتية، وكمان بأمر شخصي من جوزيف ستالين اللي كان بيحاول ينتقم من غريمه أدولف هتلر في شعبه، لدرجة أن المنابر الإعلامية السوفيتية كانت بتتعمد بث الجرائم دي كنوع من الفخر لشعبها وإذلال للشعب الألماني أكتر، عشان يوضحوا للعالم أن الجندي الألماني خسر الحرب وأصبح غير قادر حتى على حماية نساء بيته. والجنود الألمان اللي خرجوا من المعتقلات بعد شهور طويلة قرر أغلبهم الانتحار بعد ما عرفوا أن زوجاتهم تعرضوا للاغتصاب، وخاصة بعد ما شافوهم مع أطفال سفاح مجهولين النسب.
ولولا كتاب الألمانية مارتا هيلرز واللي تم نشره أول مرة عام 1954، كانت جرائم الحرب اللي ارتكبها السوفييت هتفضل محجوبة عن الرأي العالمي للأبد. ورغم أن الألمان نفسهم حاولوا يتكتموا على الفضايح والجرائم دي خوفاً من العار، إلا أن الأمريكان سلطوا الضوء عليها بقوة في الخمسينيات كنوع من أنواع الحرب الباردة بينهم وما بين الاتحاد السوفيتي، كنوع من التشهير بيهم وبجرائمهم الغير إنسانية. الحقيقة أن الحرب ليها أبعاد تانية كتير غير السلاح والجنود واحتلال الأراضي، والأصعب أن كل ده ممكن يكون له رد أو حل، ولكن دايماً الجرائم الإنسانية اللي بسبب الحرب زي الفقر والفقدان والإذلال مش بيكون ليها أي حل غير أنها تنطوي في صفحات التاريخ وتفضل ذكرى فاضحة للقاتل والمقتول. ما تنساش تشاركنا رأيك في التعليقات وتقول لنا تعرف إزاي ألمانيا عدت من الأزمة دي؟